طلابي، فهمتوا؟ لا عمركم ما تفهموا، المهم اني عم بقبض كانه مبني اذا بتسقطوا او بتنجحوا. عباده شو اخبارك؟ والله يا انسه معجب بوحده اسمها نهى وعملت لك فيك اكونت وعم بحكي معها منه وهي لهلا ما بتعرف، ومبارح سرقت لك اسئله الامتحانات. يا غبي ما قصدي هيك، قصدي شو عملت الامتحان الجمعه الماضيه؟ والله يا انسه كثير منيح 100%. ايه ما تنبسط كثير لاني رح سقطك حتى لو اجوبتك كانت صح. ليش؟ لانك انت كثير غليظ اصلا مثل ابوك. ليش انت كيف بتعرفي لبابا؟ ابوك كان خطيبي قبل ما تجي هديك الحيه امك وتخطفه مني. انسه بدي اتشكرك كثير لانه انت هلا خليتيني امسك على ابي ممسك. عمي ابو سمير ناولنا الانفاق. مرحبا. شو عندك؟ معلم ما هي السيارة فيها زيزة. ايه. ليك حبيبي من الاخر بكلفك 100 دولار. اوف معقولة؟ ليك هي والله ما أنا معقولة منو، عرفت علي؟ هي بدها شوية تغيير زيت بس أنا رح قلها خيب ساعتين وبس رجع لعندي رح أعمل عليك أفلام هندية وقول لك غيرت بالميتور شوي ودفعك ال 100 دولار أنت وعم تضحك وتلعب. تمام طيب لا لا غيب لي ساعة وبرجع. وين غيب ساعتين ايه؟ مش عارف تنبرك. مرحبا. هلا. قديش سعر هاي؟ شوف حبيبي هلا هي حقها 50 دولار تمام بس انا رح اقول لك انها حقها 70 كرمال شو كرمال نزلك لل 50. طيب وطالع حلو علي؟ لا والله بتقرف، بدك للصراحه ولا بنت عمام؟ بتقرف، عرفت علي شلون؟ بس حزير شو انا رح اقول لك انها بتصرع وبتفلش فلج ورجيني وري على قلبي وري على قمتي انشقت بجامتي بس هي كثير بتقرف زباله، انت زبون وبدي بيعك عرفت علي شلون؟ وانا بدالك شو ما بشتري، ابدا ما بشتري، بتعرف ليه؟ جارنا اللي جنبي عم يبيعها ب40. طيب والنوعيه كيف؟ زباله من الاخر، عم بعطيك اياها من الاخر، انا كثير النوعيه زباله يعني من اول غسله بتصير بتشلف وبتشقشق وبتكش وبتمش يعني زباله. طيب يعني ايه انا بقول لك انها بضاعه اوروبيه، توكل على الله. يلا ولك ان شاء الله بتبري قلبي. ايه على فكره اليوم ابدا مالي طايقك. ها لا اهلا ولا سهلا فيكم، شو بتحبوا تتزهرموا؟ اسمع حبيب قلبي اعطيني ارخص شيء عندك بالمطعم. ليش؟ لاني فلس وعايف حالي. وينك؟ اوعك تفكر اني رح اعطيك بخشيش. ها طيب وانت شو بتحبي تتزهرمي؟ انا اعطيني صحن سلطه لاعمل حالي قدامه كلاس لانه بس روح على البيت ناطرني صحن مجدره هالقد قده. لك ان شاء الله بتبري قلبي. العم بقلبك شو اندبوري حبيبتي؟ هلا بتصدقي انه مبارح كان عيد ميلاد حبيبتي الأولانية؟ اوف عن جد؟ سبحان الله كيف صادفت هي مبارح وأنا اليوم؟ شو جبت لها؟ عملت حالي مريض بس أنا مالي مريض، يعني أنا هلا شو عازمك بالدين؟ حبيبي هالكنزي صار لك شهرين بتلبسها، شو ما عندك غيرها؟ لا بعدين حبيبتي هلا لسه من شوي عامل لك إني عازمك بالدين بس وحياة عيونك ها، إذا زاد معي شوية مصاري نازل على البالة اشتري أحلى أواعي. ايه روح اشتري. خير انا بعرف مالك عامل شيء بس هلا رح اسلخك مخالفه سرعه لانه زهقان وضايق خلقي وما في شيء وراي. وهلا شو اذا بدك تنفض منا للمخالفه بدك تدفع لي مصاري يعني بدك تدفع لي رشوه وانا شو رح اعمل حالي تضايقت ورح اقول لك لا انا عم بسهر على امن المواطن بدك ترشيني؟ بس وينك؟ اوعك تصدقني ايدك على عبا خلي الله يحبك. ولك الله ينزع صباحك عند الصبح. وينك لهلا؟ اسمع حبيبي مالي ناقصك عند الصبح، ما في عجقة سير بس حبيت نام شوي. مازالك هيك مخصوم منك 3 ايام. ولك ايه خصوم اللي بدك اياه، اصلا راتبي كلياته عم حطه مواصلات يقطع عمرك. الو شو وينك؟ قاعد بالبيت. يلا البوس بدنا نروح نصلح السيارة، قديش بدك وقت؟ يلا ليكني نازل لك بس خليني اول شيء حاكي المصلح لانه المصلح رفيقي بدي اياه يخورفك ويضحك عليك بالسعر وهيك انا بكون جبت له زبون وبنتقاسم المبلغ انا وياه. شو هالجسم الخزيق. اوكي اوكي تمام تمام. وينك؟ بدنا نروح نصلح السياره. ليكني دقيقتين بكون عندك. اي شيء. شو كانت تجربتك انسه قمر بالتمثيل بهي الحلقه انت ومان؟ تفضل. عادي تمثيل لعبتي مش صعبه. تواضع يا جماعه تواضع. هلا رح نكون خلصنا هي الحلقه، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. قدرنا نوصل هي الحلقه لكم لايك؟ 200,000 لايك. 200,000 لايك خلوهم 200,000 كثير ولا لا؟ لا خلص 200,000 اوكي اذا هن كانوا قدام يعملوا لايك. اوكي حلو يلا باي. يلا باي.